الخير أول شيء لألكم، أحب صبح على زوجتي وعلى بنتي وعلى الوالدة الله يخلينا إياها. صباح الخير، وبحب صبح على أهلي وعلى رفقاتي وبشكل عام يعني على العالم كله. أحب صبح على الأهل جميعا وعلى كل المحبين وعلى كل المتابعين قناة سما. الله يسعد صباحكم ويجعل هالبلد يا رب أحسن. للحب أثر كبير على صاحبه وعلى العالم المحيط فيه. هالعواطف السامية يلي بتعتبر أسس يلي تبنى عليها أي أسرة ناجحة. الحب يلي بيقوي العلاقات بين الإخوات، الأصدقاء، الأقارب، وبيخلي الخلافات تصير أبسط وحل أسهل. ولما تبنى علاقة الزواج على الحب بصير الشريكين قادرين أنهم يتجاوزوا الصعوبات يلي ممكن تواجههم ببعض الأحيان. صباح الخير ورد. صباح الخير يا جودي، وصباح الخير لكل حدا عم يتابعنا عبر شاشة سما الفضائية. صباح الحب أولاً وأخيراً يلي بيرتبط ارتباط وثيق بنظرة الفرد الإيجابية للعالم، رغم أنه الحب شيء مقدس لكنه ما بيكفي أبداً لنجاح علاقة الزواج، لأنه في كتير عوامل شئنا أم أبينا وظروف تتدخل وبتلعب دورها بنجاح العلاقة الأسرية والزوجية. ولكن فينا نقول أنه بوجوده بيصير أقدر على مواجهة الظروف والصعوبات. وأكيد جودي بتوافقنا الرأي أنه طبخات الشيف حسن أبو السرور دائماً هي معمولة بحب وبيضيف لها الحب من كل قلبه. صباح الخير يا شيف. صباح الخير شيف، كيفك؟ طمنا عنك اليوم. الحمد لله. شو محضر لنا؟ اليوم عنا شوربة هليون نساويها مع بعض، وعنا جاج مسخن. يومي. شوربة هليون مع جاج مسخن، هدول الطبقين رئيسيين وهن وجبة متكاملة، أكيد رح ننضم لك من بعد شوي لحتى نبدأ طريقة التحضير مع كل المشاهدين. وأكيد بالعودة إلى هاشتاغنا وموضوع حلقتنا يلي بيحكي عن الحب، في كتير ناس بيقولوا إنه بفوت الفقر من الباب وبيطلع الحب من الشباك. هذا الموضوع بكل أسرة للأسف، وخاصة بالأزمة الاقتصادية يلي عم نعيشها، أو مثل ما بيقول الشاعر محمود درويش: لا أريد من الحب غير البداية، لأنه البداية بتكون أحلى شيء بالحب. كل هالعبارات تشير انه قد ما كان الحب كبير بالبدايه، الظروف ممكن تاثر عليه وتخليه ضعيف احيانا. صحيح، مثل ما عم تحكي ورد، ممكن العامل الاقتصادي، الغيره المرضيه، حتى العصبيه، واكيد الامثله تطول. نحن اليوم حابين نتناقش معكم بسؤال طرحناه على صفحه البرنامج على الفيسبوك، وبيقول: امتى بيصير الزواج مقبره الحب؟ ناطرين تشاركونا من خلال ترك التعليقات على البوست الخاص بالموضوع. اما هلا رح نسمع راي الناس بالشارع. عم نسمع كتير انه بيقولوا انه الزواج هو مقبرة الحب. هل ما في شيء اسمه عام، يعني ما فيك تعمم هالموضوع. ممكن يكون عند بعض الناس والبعض الاخر بعكس الكلام تماما. لا، مو مقبرة الحب، بالعكس الزواج هو سر السعادة للمرأة. غلط، بالعكس انا ارتحت نفسيا بعد ما تزوجت. الزواج هو مقبرة الحب. حسب والله. يعني انت مع هالمقولة ولا ضد؟ لا ضد. حضرتك متزوج؟ عم تستني قدام عيلتي ده بالله. لا، مو مقبرة الحب، ولا هو فيه قصة ملل. أي شخص مرتاح ومتنعم أموره ماشية والحمد لله، بالعكس حياة سعيدة كل يوم فيها جديد. ما تفين نقول إن الوضع الاقتصادي الحالي هو مقبرة الحب؟ الاقتصادي الحالي مقبرة الحب ومدفنة الحب كمان، مو بس مقبرته. والله هلا بيرجع ل يعني
بيرجع لبعدين كيف الزوجين بيكون حياتهم او كيف بيدوروا الحياه. هلا ممكن ياخذوا بعض عن حب وسنين وكذا، بجوز اول سنه زواج ينفصلوا، بيرجع هذا يعني بيرجع لهم لطريقه التفاهم، لطريقه اداره الحياه. يعني بتختلف، تعرف انت كيف ظروف الحياه احيانا بتلعب دور، مثلا مثل هلا الظروف الاقتصاديه ممكن تلعب دور بانه فعلا يكون الزواج مبرره الحب. لا هذا مو صح. طيب انت حضرتك متزوج؟ متزوج وعندي بنتي. يعني انت برايك هاي المقوله غلط؟ غلط، لانه انا حبيت مرتي زياده بعد ما تزوجتها. رح نبدأ أطباقنا مع الشيف حسن مباشرة وفورا. فضل يا شيف. أوكي، شكرا لكم، يسعد صباحكم على جديد. نحن اليوم هلا حنساوي شوربة هليون. نبلش بالمقادير تبعها. أول شيء عنا معلقتين زبدة، عنا معلقة زيت نباتي، عنا ملح، عنا ثوم مهروس، عنا بصل ناعم مفروم ناعم كتير، بصل صغيرة، عنا معلقتين طحين، عنا حليب حوالي كاستين، وأنا ضفت مثلهم كمان كاستين مي إضافيات، وعنا الهليون مام، وعنا علبة هليون نحن استخدمنا اليوم، مو هليون فريش، وعنا المي اللي بنفس علبة الهليون عشان ناخذ نكهة أكثر، وعنا الكريمة الفريش، ممكن نستغني عنا الكريمة الفريش. بالنسبة للمقادير الطبخة الثانية اللي عنا، عنا تقريبا دجاج مسخن، عنا بصل كيلو بصل، عنا نص كاسة دبس رمان، عنا زيت زيتون حوالي نص كاسة، عنا ملح، عنا سماء، عنا نص كيلو جاج صدر جاج مفروم، ممكن نستعيد عنه في ناس بتحب فخاد الجاج. هلا ممكن انا سلقت الجاج، سلقته حطيت له الباقه العطريه تبعه ونتفته تمام بهالشكل هذا هيك. وعندنا خبز مشروح. هلا شوف شلون بدنا نساويهم الدجاج المسخن. هلا بنبلش اول شيء حنحط بنبلش بالطبختين سوا مع بعض. حنبلش اول شيء بالشوربة الهليون، حنحط معلقه الزيت النباتي، وعندنا الزبده، هذول مثل ما قلنا قلنا معلقتين زبده، بدنا نسخنهم سوا مع بعض. هلا عم نستنى الزبده بهالوقت هاد لتدوب شوي. حنبلش كمان نحن بنفس الوقت بالطبخه الثانيه تبعنا يلي هي الدجاج المسخن، حنحط زيت الزيتون، حنحط بكميه منيحه، هاي الاكله بدها كميه منيحه للزيت الزيتون. وحنبلش نقلي البصل. هلا حطينا البصل، طبعا البصل مقطع جوانح. هلا هون دعبت الزبده، نرجع للشوربه يوم حنلبكهم شوي نشوف بين الطبختين سوا. حنحط البصل، طبعا نحن البصل بدنا نستنى عليه شوي لبين ما نضيف، مو راسا نضيف الثوم فورا لانه الثوم ممكن يحترق. طبعا البصل هون لما نرجع رد للدجاج المسخن ناخذ البصل يستوي كمان عنا، نحن بدنا اياه شوي يدوب. العالم بتفكر انه كميه البصل كبيره، بس هلا بتشوفوها كميه البصل كثير مناسبه لانه حيدوب البصل ويرتخى كلياته. نقيم هدول ونقشنا. هلا هون البصل بلش ياخذ، نحن إذا لقيناها شوي خشنة ممكن نفرمها على الخلاط الشوربة طبعا، بس نحن هاي ما بدها، نحط لها رشة ملح بس مشان يطرى البصل. طبعا بننتبه للملح، ما منكتر الكمية، بننتبه كتير لهي القصة. نحن البصل بدنا اياه شبه يتكرمل، يعني ما بنحط له هلا ملح بالنسبة للدجاج المسخن لياخذ الحماوة، بعدين بنزيد له الملح تبعه. هلا هيك البصل استوى، بنضيف الثوم. هلا بتبلش الروايح تطلع تبع البصل والثوم، لو بتشموها معي بتطلع غير شكل.
هلا بدنا نضيف البصل، بنضيف معلقتين الطحين، نحن بدنا اياه مشان يساوي مثل السماكه. بدنا نسمي كل شوربه نعطيها سماكه مثل رو بنسميها هاد. طبعا هلا بنحمص شوي الطحين لياخذ اللون. هلا شوفوا شلون صار الرو تقريبا بهالشكل هاد مع البصل. هلا طبعا بنفس الوقت هذا البصل تبع الدجاج المسخن عم يستوي. هلا بلش يستوي الطحين كمان. بنبلش نضيف كاستين الحليب وكاستين المي شوي شوي، نحن مشان ما يجبل معنا الطحين او يكبتل. مجرد انه نسمكم يصيروا مثل شوي شوي بتلاقون شلون بسبلشوا، وقت بنضيف بنضيف الحليب والمي. كمان هلا بنرد بنضيف شوي ثانيه. ما بنكثر، بنضل على دفعات. في ناس كثير ستات بيوت بيخافوا منه انه يكبتل، ما تخافوا اذا بتضيفي شوي شوي مجرد لياخذ الطحين لياخذ السوائل بتبلش يصير مثل عجينه، بعدين ببلش يفك شوي شوي. هلا شوفوها صارت مثل عجينه تقريبا، ما تخافوا تقريبا. نبلش كمان نضيف زياده. طبعا اذا كبتل اول شيء خافت ست البيت انه يكبتل، ممكن نحن نقلبه راسا على الخلاط او بالخلاط الهاند ميكسر بيجي ممكن نقدر نساويها، بس هلا هيك ما بيكبتل اطلاقا، شيء انه يصير مثل عجينه مثل ورجيتكم اياها اول شيء ما بيعود بيكبتل اطلاقا. هلا البصل بنرجع لاكلتنا الثانيه لبين ما يسخن شوي. بنقلب البصل. هلا هي تقريبا البصلات هيك بنحط لهم ملح، حوالي نص معلقة ملح تقريبا. بنحط الملح ونقلب شوي، لأنه هلا الملح بيخلي البصل يذبل أكثر وبيخليه يشر المي تبعه. هلا بنكمل الحليبات هون، طبعا نحن عم نشتغل على اثنين سوا عشان الوقت عنا بالشكل هاد. بنتركه ليغلي وبنضيف عليه المي تبع علبة الهليون مشان نعطي النكهة الأكثر. هلا نحن بالنسبة للبصل هون بنضيف معلقتين سماء أو 4 معالق سماء على هوا ست البيت شلون بتفضل. هلا الروايح السماء بلشت تطلع. هدول أنا ضفت حوالي 4 معالق سماء، هلا بيندمجوا مع بعض. وبنضيف دجاج، نحن مثل ما قلنا انا سلقته بالباقه العطريه ونتفته. طبعا الباقه العطريه مثل ما بتعرفوا هي البصله، حبه جزر صغيره، هيل ممكن نضيف، والقرفه مساويه. هلا نحن تقريبا هي جاهزه، نحن بس بنضيف نص كاسه دبس الرمان وهلا جاهزه، هي مستناها لتبرد لنقدر نشتغل عليها تمام باللف تبع الورق. هلا كمان بالاخير بنضيف بس الهليون سفينا على الشوربه وشوربتنا تقريبا جاهزه، وبنشوف الفقره الثانيه شلون بدنا نلف الدجاج مع بعض ونساوي. بنرجع لعند ورد وجودي مشان نكمل باقي الفقرات تبع اليوم. شكرا كثير لك شيف، يعطيك الف عافيه، ورح نرجع لعندك بعد شوي لحتى نشوف الخطوات الثانيه من طبق اليوم. ومكملين صباحنا معكم، ووصلنا لفقرة كتير مهمة وخاصة بتهم الأطفال وأيضا أهلهم. بناء شخصية الطفل بحاجة لتعليمه مجموعة قواعد ومبادئ، وتربية الطفل على الاحترام سواء لنفسه لأسرته للعالم المحيطين فيه أمر كتير ضروري ومن البديهي والطبيعي، ولكن لحتى يكون هي التربية بطريقة صحيحة ويكون فعال بالمجتمع في قواعد مفروض يتبعوها الأهل خلال تربية طفلهم لحتى يساعدوه على بناء قوي شخصية قوية من دون ما يكون في عنده أي مشاكل نفسية ويقدر يتعامل مع محيطه بطريقة لبقى. صحيح يا جودي، خاصة هاليومين عم نشوف الأطفال كتير عم يحطوا أهليهم بمواقف محرجة قدام الناس بالمولات بالأسواق أو حتى بالزيارات عند الأقارب، وامتد الموضوع للأسف لصف المدرسة. كتير سهل على الأهل يخلوا أطفالهم يطيعوهم، ولكن لما يفعلوا هذا الموضوع بدون احترام
هون بتكون المشكلة الكبيرة. اليوم حيكون حديثنا مع الاختصاصية التربوية الأستاذة رندا علي ديب عن تربية الطفل على الاحترام بدون ما يأثر هالشي على شخصيته وينعكس سلباً عليه ويصير انطوائي وخجول. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. عم نحكي عن موضوع مهم وكثير بيتعبوا الأهل لحتى يعلموا ابنهم يكون محترم ولبق مع المحيط تبعه، وبنفس الوقت تكون شخصيته قوية وما يكون مثل ما بنسميها بالعامية درويش. شو هي الأساسات لحتى نقدر نعلم طفلنا كيف يكون محترم وشخصيته قوية بالتعامل مع الآخرين؟ هلأ أول شيء مفهوم الاحترام هو كثير تعبير مجازي وعام، وكل حدا منا بكل بيئة مختلفة بياخد جزء منه وبيطبقه، ما في طبقه بشكل كامل. لهيك مثل ما ذكرتوا منلاقي هذا التفاوت لما يبلش يفوت على المدرسة أو يبلش يصير في علاقات أسرية غير البيت، لما بتلاقي دائما في مشاكل بين أولاد الخالة أولاد العمة. فهذا الموضوع دائما نحن بنرجع للخطوة الأولانية لنعلم نبسط هالمفهوم المجرد لشيء حياتي وحسي مع الطفل، وبيستمر للمراهقة اللي نحن كتير منلاقي المشاكل الأكبر منلاقيها في فترة المراهقة، خصوصي هلأ عم تكون المراهقة النفسية أبكر عند الأطفال. عم نلاقي طفل عمره 9 سنين مبلش بأفكار مراهقين، بتمرد المراهقين وحتى بردود فعله. لهيك نحن بنبدأ بعمر صغير. لما أنا بلش الاحترام نفسه، أنا دائماً بقول للأهل احترام بعلمه مثل ما بعلم اللغة، مثل ما بعلم العربي الإنجليزي الفرنسي، أنا بعلم لغة الاحترام اللي هي المفردات البسيطة، لو سمحت، إذا بتريد، بعد إذنك، بدل كلمة لا استبدل مفردات تانية، إنه طيب ليش ما نفكر بهي الطريقة أو ليه ما ناخد هذا الحل. دائما هي منلاقي صعوبه فيها لما بنبداها بعمر متاخر، واغلب الاهل انه ايه انه شو هالتنظير، انه هذا كثير صعب. هلا لما ببدا بعمر صغير من عمر 3 سنين علموا هي المفردات، من مع بدايه تعلم مفرداته الثانيه حيصير الموضوع كثير اسلس وبسيط. في جانب ثاني انه مثل ما بنحكي اللغه اللي تتعلميها لازم يكون كل حواسك معها، نظره عينك، حركه الجسم، تسمعي مزبوط شو عم بيحكي الطرف الثاني. لهيك دائما التواصل البصري اللي نحن هلا فاقدينه بين الاهل، لهيك بنقول انه سوري مو معقول انا لاقي ابني لمين طالع قليل أدب، إنه أنا بحكي ما بيطلع فيني. صح. فأنا بلاقي الأب أو الأم مثلاً لما الطفل عم بيحاكيهم بقصة هنا مثلاً عم بيطلعوا بموبايلهم أو هنا مو فاضيله تماماً، أو عم بيعملوا شيء تاني، ما نزلوا لعنده، ما حطوا عينهم بعينه، ما حاولوا يسألوا بأبعاد القصة اللي عم بيحكي فيها. لهون هو الطفل قلد وانتقل له هذا السلوك بدون بطريقه غير مباشره. في كمان موضوع ثاني اللي انا مثلا اغلب الاطفال انه مثلا طيب بيكون هو مثلا الاب عنده شغل على موبايله او الام والطفل قاعد على موبايله، فبيجي بيقول له انه املي هالموبايل من ايدك او هالايباد واعمل شيء مفيد، بيقول له طيب انت طول الوقت عليه. أو لا تدخن، بس يصير بعمر متقدم وعم يبعت ابنه يجيب له باكيت دخان. تماماً. فهو لما بده يجي يقول له طب أنت هيك عم تعمل هذا السلوك، هو الطفل ما قصده أبداً قلة أدب، هو عم بيناقش أو هو عم بيشوف ليه مسموح لغيري مو مسموح إلي. هون لازم هون أنا بقول لهم للأهل تعاملوا بذكاء بهذا الموضوع، بدل ما تعاقبوا أو تعصبوا لا قولوا له مثلاً إيه والله الحق معك، أنا هلأ رح أحطه على جناب وانت كمان، فانا فرضته عليه شو انا بدي بطريقه مناسبه. يمكن هذا واحد من اهم اساليب التربيه، لما الاهل بيعملوا سلوك معين قدام الطفل وبيعيدوا تكرار هذا السلوك تلقائيا هذا الطفل رح ياخذ هذا السلوك ويصير يطبقه. تماما. نحن شاركنا موضوع فقرتنا مع الشارع السوري، رح نسمع شو رايهم بالموضوع وشو هي الاخطاء المرتكبه بالتربيه اللي ممكن تاثر سلبا على تصرفات الطفل. رح نسمع ونرجع لحتى نعلق على الموضوع مع ضيف. شو العادات الخاطئة اللي نحن ممكن نعطيها أو نعلمها لأولادنا بهالفترة ممكن يكون فيها تقليل من احترام الآخرين؟ إنه يكون وقح الولد مع حدا أكبر منه، المفروض الولد يحترم يلي أصغر منه ويلي أكبر منه. أحيانا بتكون الرفقة هي اللي لها تأثير على الولد أكثر من الأهل، فالأهل بده يختاروا الرفقة قبل ما يختاروا الأسلوب بده يعملوا فيه وابنهم أكيد يعني. فأنا ما بيجي على الأهل بهالشغلة، أنا بيجي على الرفقة وبيجي على
الصرامة ضمن المدرسة. لازم الاحترام انه يلاقبوه بابا للاستاذ، استاذ مدرسي، انه معلم يحترمه ويقوم بالشغلات الصح. يعني الطفل هو من صغره مثل العجينة، فالام على حسب ما بتربي اطفالها التربية الصحيحة الجيدة اللي بتعتمد على الاحترام وعلى تقدير الآخرين وعلى المودة، على المحبة، على الصدق، على الأمانة. شغلات ممنوع يعملوها، أي شيء أنت تعرف أنه غلط وقدام العالم كله أنه غلط، أنه هذا الشيء إجباري بدي أمنعه. أهم شيء احترام الوالدين، يعني هذا أهم شيء، أنه بابا وماما. يعني من أول ما بنخلق نحن بنقول بابا وماما، يعني ما بنعيط بالاسم. يعني مثل ما شفنا بالاستطلاع استاذة رندا، في كثير من الناس حكوا عدة طرق لنعلم الطفل الاحترام، ولكن هون في سؤال ثاني. اليوم منروح لعند طالب طب سنة خامسة مثلا، او طالب هندسات او حقوق او آداب، منطلب منه يحكي قدام الناس، منلاقيه ما عنده ثقافة او حتى ملكات الإلقاء قدام العالم. نرجع للطفولة مثل ما قالوا الاختصاصيين امثال حضرتك، منلاقي الطفل لا تحكي مع خاله بهالطريقة، ما ترد بوش عمه، إذا بيقول لك بابا كلمة قدام الناس بتقول له حاضر أمرك، بيجي زيارة مثلا بتدخل على غرفتك، ممنوع تاكل مع الكبار، هذا كله ما بيخلي الطفل انطوائي وخجول؟ هنا الأهل يمكن عم يعملوا هيك من مبدأ الاحترام واللباقة، شو الفرق والشعرة البسيطة بين الاحترام واللباقة والانطوائية والخجل؟ تماما، هون لما أنا فورا بوجه الملاحظة للطفل قدام المجموعة، هذا كتير خطأ، هذا لازم نحن نضبط انفعالنا فيه ونضبط سلوكنا فيه، وبالأخير هو طفل الطرف الثاني ما رح يعتب أنه تصرف بقلة أدب. ولكن بعد ما ينتهي هذا الموقف كتير مناسب أني أنا أرجع أذكر له الموقف وأقول له لو كان تصرفت هيك كان أفضل. فأنا برجع بصيغ الموقف بالسلوك اللي أنا بدي علمه للطفل، ومع التكراره هذا بيضل معه للكبر، أفضل ما يطلع شخص عم بيدرس تصرفاته وأبعاده بطريقة غير مناسبة، فمنوصل للخجل ومنوصل للقلق ومنوصل ممكن رهاب اجتماعي لأعمار متقدمة. تمام. طيب، من الأمور أيضا المهمة اللي مفروض أنه يتعلمها الطفل من هو صغير أنه يكون مسؤول وشخصيته تكون قوية مثل ما كان عم بيحكي وريد، لأنه إذا فات على أي مجتمع إن كنا عم نحكي بجامعة ولا حتى بالشغل، هو بحاجة تكون شخصيته قوية لحتى يقدر يتواصل مع الأشخاص بطريقة صحيحة. ولكن في الكثير من الأشخاص اللي ممكن ياخذوا موضوع قوة الشخصية من نوع قلة الأدب أو الفجور، أو مثلاً كل ما كان صوتنا أعلى كل ما كنا يمكن متمسكين بآرائنا أكثر كل ما كنا نحن أشخاص أقوياء أكثر. شو هي الطريقة الصحيحة لحتى نكون لطيفين وأيضاً بنفس الوقت تكون شخصيتنا قوية، وخاصة لما ببلش فعلاً الطفل بعمر المراهقة وبصير ببين سلوكه الشخصي بتصرفاته أو حتى أفعاله مع المحيط؟ هلا مثل ما ذكرتي، دائما احيانا الموقف نفسه ما بالضروره يكون نفس رد الفعل عليه، لهون بيوقع الطفل باحباط انه انا شو ما تصرفت عم بيقولوا لي غلط. لهيك كثير منيح احسن ما نحن كاسر بنحاول دائما لما بدنا نقضي وقت مع اطفالنا دائما كيف بنقضي بالاوامر، نفتح الحديث معه انه عملت، ساويت هيك، درست، ليه ما عملت. فنحن نبدل هاي الحوار بطريقة طرح مواقف، إنه يا ترى لو كنت قاعد مثلاً وإجا رفيقك أخذ لك لعبة مثلاً، أو كنا قاعدين بمكان وإجا حدا ضيفك شيء قد إيه ممكن بتاخذ. فهي التفاصيل وشوف هو شو بيقترح إجابات، من هون أنا بقدر قومها وبقدر عير له تماماً، هي فعلاً عيار تماماً قد إيه شدة ردة فعله وقد إيه ممكن يكون محترم. ودائما بعلمه احترامه لنفسه هو الخطوه حلو. الاولى لحتى يصير يحترم حلو. التعليم بالمحاكاه وتخيل الموقف مسبقا مشان ما يحرجنا طفلنا اذا صار في هالموقف فعلا قدام الناس. طيب، في كثير مواقف اليوم عم نشوفها بالمدارس والصفوف لا تنم عن احترام من الطلاب للمدرس، هذا المدرس اللي كانت هيبته جدا قويه وتسبقه وهو ما زال كذلك اليوم بمدارسنا، ولكن اليوم في عوامل اقتصادية ومادية وتربوية كسرت هالهيبة عند الأستاذ قدام تلاميذه. مثلا هذا الأستاذ اللي بيجيبوه أهلي لحتى يدرسني درس خصوصي وبيعطوه اللي فيه النصيب آخر ما يطلع من البيت، هيك الطفل بيشوف لو أنه كان الكلام صادم وجارح. قديش اليوم احترام الطفل للمدرس مفروض وكيف بينفرض هذا الاحترام؟
هلا في كثير منفصل الوقت اللي عم بيقضيه المدرس عن المعلومه اللي عم بيعطيها عن اللقاء المادي اللي عم بياخده. انا هون ما بلوم الطفل ابدا، هون انا بلوم اهله لما بيرجع الطفل على البيت واخذ علامه مو منيحه ببساطه بتقول له امه ايه بسيطه بجيب لك يا درسين خصوصي. للاسف تماماً. لما انا بزرع هذا المفهوم الخطا بذهن ابني انا كثير علمته سلبيات غير قله الاحترام، علمته هو يفقد قيمه الماده العلميه اللي هي ما بتتقدر بماده. دائما انا بقول لهم الماده العلميه او العلم ما له قيمه ماديه، هو لقاء جهد هو اللي لقاؤه المادي او الوقت هو اللي لقاء المادي له، اما المعلومه ابدا ما بتتقدر برقم مادي. لهيك انا هون حلوه هالفكره ومهمه فانا هون دائما بركز على الاهل بهذا التفصيل، دائما شو من كان فهو انا بقول لهم اضعف امكانيات لطفل ولا مدرس ولو بيئه تعليميه هي بتعطي 30% للطفل هي من المحيط اللي عم بياخده. لهيك دائما انا بركز كثير منيح على شو بيحكوا الاهل بغياب يعني احترام الاهل للمدرس هو احترام الطفل تماماً للمدرس، هو حيزرع هذا الشيء تمام. يعني وهيك بنرجع بنأكد فكرة قديش مفروض الأهل ينتبهوا على سلوكياتهم على تصرفاتهم على أحاديثهم يلي بتكون قدام أطفالهم، لأنه فعلا الطفل ممكن يلقط أي شيء وخاصة من القدوة بالنسبة له الأب والأم، فمفروض أنه نحن كثير ننتبه على سلوكنا ودائما الأشياء اللي بنحب نشوفها بطفلنا نحاول نحن نرجيها. شكرا كثير لإلك ويسعد لي صباحي. شكرا كثير لإلك أستاذة. ومن الأمور اللي لازم يعلموا الأهالي أطفالهم عليها هي الألعاب اللي بتنمي الذكاء والتكتيك. اليوم هو اليوم العالمي للعبة الشطرنج، وحتى نوعي بخصوص موضوع معين صار في أيام عالمية، مثل ما ذكرنا أنه 20 تموز يصادف اليوم العالمي للعبة الشطرنج اللي اختلف الباحثين والعلماء على تحديد أصلها وفصلها، ورغم هيك رجحوا منشأة للهند. تفاصيل أكثر بعندكم علم. يعني معظم التعليقات اللي شفناها منطقية وواقعية، النكد، الفقر، النقل كثير، التصورات اللي فائقة للواقع، وبينصدم الطرفين لما يصيروا تحت سقف بيت واحد انه الطرف الثاني ما كان مثل ما انا متخيل. انا بدي اضيف شغلة بس، لما نرفع سقف توقعاتنا من العلاقة الزوجية او نرسم نحن إطار لهالعلاقة بدون استشارة الطرف الآخر ومشاركته، اكيد رح ننصدم، وشوي شوي بيكون الحب بس كلمات بنذكرها أمام الطرف الآخر.
من الأمور اللي ممكن تسبب نكد بالعلاقة الزوجية لما الزوجة ما تكون كتير طباخة شاطرة، فبيلجأ الزوج لوالدته أو حماته. لنشوف الشيف حسن كيف ممكن يشاركنا بهالموضوع. شو جودي خبرينا؟ صحيح ورد، صرنا مع الشيف حسن لحتى نشوف الخطوات الثانية من تحضير طبق اليوم. شوربة الهليون اوريدي جاهزة، هلأ نحن بدنا نلف الجاج، صح شيف؟ تمام. أوكي، خبرنا شو هي الطريقة لحتى نبلش نظبط شكل الجاج. هلا نحن اول شيء سعبنا الدجاج مثل ما قلنا مع البصل والسماء وزيت الزيتون وخليناه شوي ليبرد. هذا اللون الاحمر من السماء. من السماء. يومي. تمام. وزيت أوكي. الزيتون لازم نكبته شوي بالاخير، كمان شوية زيت زيتون فريش بالاخير عشان يعطي نكهه طيبه. طبعا نحن الخبز المشروح بنقطعه مثلثات ونخلي الوش الغامق لجوا. بنحط شوي من الخليط، بنلفه مثل ما بنلف اليبرق تماما. الشكل هاد انه اساس سهل لف اليبرق. لا سهل، ما له كثير صعب يا صبايا، الموضوع كثير سهل. كيف بتلفوا اليبرق؟ فينا نلفها. اوكي تمام. ونحن مشان نلزقها مع نلزق الخبزه بالاخير، تمام، بنكون حاطين معلقه طحين مع شويه مي بهالشكل هاد، بصير جامد راسا، بتلزق مباشره مع بعض هيك. اوكي، وبنحطها نحن بالاخير، بنحطها لتحت هيك لانه بدنا ندخلها بالفرن مشان كمان نقمرها ونشوف شلون بتصير. على فكرة عن جد سهلة والله، ما لها صعبة. لا ما لها صعبة، لا بس أنا حدا أبدا ما أنا شاطر بالأمور تبع المطبخ، فأي شيء بستصعبه شيف. لا بتتعود شوي شوي، بدنا دورة أعداد. خلص لعيونك. خلص إنه بنلفها هيك بالشكل هذا، بنلزقها هيك لزقت. هلا نحن الخبز بنحاول لينها. خليني أساعدك. حطيته بمكانه على فكره. تمام. ماني مكركبت لك لانك مرتب الامور ومظبطها تحت، ف اذا حطيته بالمكان الصح ما في منك. طيب شايف بعد ما خلص لف الدجاج بهي الطريقه، شو الخطوه الثانيه اللي بتبقى؟ نحن بدنا نحطها بالفرن مشان نقمرها. هلا نحن بالاخير ممكن مشان ناخذ اللون مجرد نعملها هيك تعطيها شويه زيت، وهلا الزيت اللي بيزيد بالطنجره بالاخير بنحطهم على الوش بالشكل هذا مشان ناخذ الطعمه واللون. تماما. بالشكل هذا هيك، هلا كلياتها صارت اللون. هلا بنحط الدجاج هيك. شايف الشوربة اوريدي خلصت صح؟ بقي بس نحن نقدمها. تمام. أوكي. تمام. سهلة اليوم الأكلة. بالشكل هذا. شايف شو النصيحة اللي حابب تقدم لنا اياها اليوم لنا وللمشاهدين ممكن نستفاد منها؟ هلا بالنسبة للفرن بالاخير ممكن نحن وقت بدنا نحط اي صينية بالفرن ومنطلعها في لي كثير بسموها بالعامية مساكة او شيء اللي نحطه ما تكون نزالة. نزالة مساكة، في كثير اسماء لها بصراحة، انه ما تكون مبلولة كرمال ما، لانه المبلوله بتنقل الحراره بشكل اسرع، بيكون اول شيء ست البيت ما لها منتبه بتكون مبلوله بتكمشها بهالشكل هذا، بتقول اوكي فيني احملها، بس بتحملها بين ما توصل على الرف بتكون نقلت الحراره بشكل كثير كبير لايدها بتوع منها او بتاذي ايدها. معلومه كثير مهمه. نحن مجرد انه نكون نتاكد من انه الشقفه اللي عم نحمل فيها بالفرن تكون جافه. اوكي، معناتها شيف يمكن هي طريقة تحضير الدجاج. أرجينا المشاهدين كيف ممكن نلفهم بطريقة سهلة وبسيطة، كثير بسيطة، وكيف ممكن حتى ننكه لفيفاء اللف شو اسمه؟ لفائف. اللفائف تبع الدجاج بطريقة صحيحة. وحتى هيلثي لحتى ما نرجع نستخدم سمنة أو أشياء ثانية. فمن الزيت اللي أوريدي قلينا فيه الدجاج والبصل ممكن نستخدمه أكيد. لحتى أكيد. نزين ونعطي نكهة ونحمر القطعة. طبعا شو الطبخ سهل كثير. أنا بالأكل بالأكل يعني بالأكل أموري منيحة، بس بالتحضير أموري كثير سيئة. الطبخة سهلة ولذيذة وليك ما فيها كثير صعوبة. صح تماما. وأكيد نذكر كل المشاهدين اللي عم بيحضرونا، أي حدا
بيجيب اي غرض من برا مفروض انه نحن نعقمه قبل ما نستخدمه لحتى نقضي على الجراثيم يعني ممكن تكون موجوده على الاكياس او حتى موجوده من ايد لايد، لانه فيروس كورونا عم ينتشر بطريقه كثير كبيره. الله يحمي الجميع. رح نحكي بتفاصيل هذا الموضوع مع الدكتور نبوغ العوا وورد. رح اتركك شيف ونرجع لعندك بعد شوي لحتى نشوف طبق اليوم بشكله نهائي، ورح ننتقل لعند ورد والدكتور نبوغ العوا. تفضل. رح نشوف اكيد يا جودي الموضوع اللي ذكرتيه. للاسف يعني كل منظمات الصحه ان كان محليه ولا الدوليه ووزارات الصحه بالدول عم تقول انه فيروس كورونا لسه في موجه ثانيه لانتشاره، وفيروس كورونا المستجد عم يحصد المزيد من الاصابات والضحايا حول العالم، ورغم التجارب بالعديد من الدول لاكتشاف علاج او لقاح، ولكن للاسف ما تم التوصل لنتيجه بعد. وحتى منظمه الصحه العالميه ووزاره الصحه السوريه عم تقول انه نحن بوضع جدا حرج، خلينا نقول ما بدنا نقول كلمه اقوى، والموجه الثانيه متوقعه بايلول لسه ما اجت، فما بالك جودي انه نحن حاليا عم نشهد حصد ارواح وعم نشهد ايضا تسجيل اصابات بالعشرات. صحيح ورد، يعني الموضوع عم بيزيد يوم عن يوم وعم يشهد تطورات كثيره وسريعه من الاعراض لحضانه المرض وغيرها من الامور الثانيه يلي رح نتعرف على ابرزها ضمن فقرتنا الطبيه مع عميد كليه الطب في جامعه دمشق الدكتور نبوغ العوا. صباح الخير دكتور، واهلا وسهلا فيك معنا لليوم. يسعد صباحك دكتورنا. الله يحميك دكتور بدايه ويعطيك الف عافيه على الجهد الكبير اللي عم تقوم فيه. نحن كثير فخورين انه عندنا اطباء مثل حضرتك. يعطيك الف عافيه. شكرا لمحبتكم. اهلا وسهلا فيك دكتور. والجيش الابيض مثل ما انت حطت على الفيسبوك فعلا بنوجه لهم تحيه، اطبائنا والممرضين وكل حدا عم يشتغل بالسلك الطبي. دكتور نبوغ قبل ما يفوت على اللوكيشن هون شال الكمامه وشال الكفوف، والاجراءات الاحترازيه دائما اخذينا بعين الاعتبار، حتى نحن كموظفين ومذيعين بقناه سما الفضائيه عم نقوم فيها، بتشوفونا على الهواء بلا هالقصص، ولكن خوفك نطلع على الهواء بالكفوف والكمامه. الله لا يقدر هذا الموضوع يصير. ان شاء الله. لا ان شاء الله. دكتور وين نحن من موضوع كورونا بسوريا اليوم؟ هلا نحن بوضع اصعب من اول وانتشر اكثر، والفيروس نفسه يعني صار عنده هجمه ارتداديه اقوى، هو نفسه صار شرس اكثر وصارت أعراضه مختلفة. كانت أعراضه فقط مجرد أعراض تنفسية عبارة عن حرارة فوق 38 وما فوق، سعال جاف، بعدين بتطور بصير مشاكل رئوية بتظهر على التصوير الشعاعي. ضروري دكتور نمشي بهذا التسلسل، حرارة سعال. تمام، حرارة سعال هذا كان أول. أوكي هلأ شو هلأ صار في عنا شكل هضمي بيجي على شكل إسهال آلام بطنية، في عنا شكل تاني بيجي على الآلام عضلية مفصلية فقط وهنعام مع شوية حرارة، بيجي شكل ثالث هذا أبسطها بيجي فقدان الشم والتذوق. هلا هذا فقدان الشم والتذوق صار كتير موجود بسوريا هلا بالفترة الأخيرة عم شوفه. الأطباء اللي بيفحصوا المريض بيفحصوا أنفه بيلاقوا المنطقة الشمية اللي هي بأعلى منطقة بالأنف بيلاقوها صار لونها أبيض، دليل صار في عندي أنا اضمحلال بالغشاء المخاطي الشمي. هلأ بالرشح العادي واحد بيفقد الشم والتذوق شوي بس بيكون وذمي، يعني غشاء المخاطي منفوخ بس لونه مثل ما هو، أما هون غشاء المخاطي ما له متورم بس هو ما عاد فيه آلية يمتص الروائح، صار لونه أبيض عم تصيب بفقر دم. هذا الاضمحلال أقل شيء بده 3 أسابيع إذا بلشنا بمعالجته وعزله لحتى يتراجع ويرجع يشم. ففي عندنا هلا منظر فقط بتشكل من فقدان الشم والتذوق. ليش بيفقد التذوق؟ لانه مركز بالدماغ مركز الشم جنب مركز التذوق نفس العصب تماما. فوقت انا ما بشم قطع ما عاد اتذوق الاكل الا بتركيز كثير حامضه او شيء بشعر بشويه حموضه وقتها. فاذا عندي اما عن شكل اعراض هضميه او مفصليه او فقدان الشم الى جانب الاعراض التنفسيه اللي هي اول ما بلشت هي. فصار اشرس، كان مده الحضانه حوالي 12 يوم. هلا صارت الحضانه بتظهر اعراض قبل، يعني خلال 5-6 أيام عم تظهر اعراض عند الانسان، مثلا انا تعرضت لفيروس بعد 4-5 أيام بلاقي بلشت تظهر عندي الاعراض من هالمجموعات اللي انا ذكرتها، فصار اشرس اقوى وصار الشباب تصاب فيه، اول ما كانوا الشباب كان عندهم مقاومه اكثر، مع الاسف عم نشوف حتى من بين الوفيات في شباب.
للاسف. مع الاسف يعني كان لك عفوا لو اقطع حديثك، كان اللي كان عنده داء سكري، عنده مشاكل قلبيه، متقدم بالعمر، هذا خطورته عاليه انه ممكن ما ينفذ منه. هلا الشباب يعني جسمهم منيح وما عندهم مشاكل صحيه بتلاقيه راح. طب دكتور شو السبب؟ السبب انه مثلا طور هذا المرض، او مثلا الابحاث كل مره عم تكتشف اشياء جديده، او نحن ما كان في عنا معلومات كافيه عن هذا المرض؟ شو هي الاسباب يلي عم تخلي هذا المرض يصير اقوى، يصيب شرائح مختلفه من الاشخاص، حتى الاشخاص يلي ممكن تكون مناعتهم سليمه ممكن يكونوا معرضين للاصابه بالكورونا؟ هلا مثل ما ذكرت حضرتك انه احنا ما بنعرف عنه كل شيء، عم نكتشفه شوي شوي. اول ما بلش قال انه بينتقل عن طريق الاسطح بيقعد شيء 10 ساعات، بين انه لا ما بينتقل عن طريق الاسطح وانما بيضل على الاسطح حوالي ربع ساعه. العدوى الاساسيه هلا عن طريق الرذاذ، يعني انا عطست او سعلت بينتقل مباشر وبيضل بجو. الأسوأ هو الانتشار عن طريق الجو بالاماكن الملغى، يعني مثلا واحد عطس بيضل قاعد بالهواء لمده عده ساعات، فهذا أسوأ، هذا سبب انتشاره السريع ببلادنا وبلاد العالم. يعني اللي قاعدين بالمقاهي، اللي قاعدين بمكان عمل معين، واحد منهم سعال حامل الفيروس او بدايه الفيروس عنده، فبيضل هالفيروس معلق بالهواء، مجموعه كبيره انصابت، اذا طلع فريق وجا فريق لساته بينصاب منه للاسف. هذا صار أسوأ، يعني صار ما عاد عن طريق الاسطح انه والله غسل ايدي امسح الطاوله، لا صار عن شو بدي انا اسوي بالهواء. فالهواء والرذاذ هذا سبب انتشاره السريع، وعم نكتشف خاصياته اللي هو صار بيولوجيا كانه عم يغير، عم يطور حاله. فهن سموه يعني كوفيد 19 المستجد، يعني عم يغير حاله. حتى عده دول ساوت لقاحات وجربوها، غطت عطت مناعه شهرين لانه غير حاله للاقوى. فلذلك ما عم يقدروا يوصلوا للقاح يغطيني سنه او اقل 10 اشهر. فكل اللقاحات المخابر اللي بلشت تشتغل فيها وقت على ارض الواقع عم تعطي شهرين، ما له طعمه يعني شهرين مناعة. يعني الحديث لحد الان مخيف، خلينا نقول مخيف. ايه مخيف جدا. يعني ننتقد نحن انه مثلا عم تقولوا انه كورونا مخيف وكورونا لازم حجر صحي تلقائي طوعي ولازم نعمل تباعد مكاني بين الناس، وانتم عم تنزلوا تشتغلوا وتطلعوا بالسيارات وتطلعوا بالسرافيس وليكوا الباصات وليكوا دور الخبز ودور الغاز ودور المازوت ودور القصص الثانيه والدورات اللي بتنقام والقصص الثانيه. يعني فعلا نحن مثل ما قالت وزارة الصحة صعب نرجع ننفرض بحظر صحي، ولكن شو الحل؟ استاذ ورد، عالميا ما عاد في حظر جوي لانه انتشر حظر صحي. صحي ولا جوي ولا صحي، لا صار صحي ولا جوي ولا ارضي ولا نهاري ولا شيء، لانه انتشر ما حدا يعني. بعدين بتعرف نحن اقتصاديا انا بدي احجر على العالم، بدي اشتغل هذا لا ياكل، خاصه بالازمه الاقتصاديه اللي فرضت علينا قيصر وما يليه. فالترتيب انه نحن التباعد مثل ما اعطيت الحل انت، انه اهم شيء نتباعد اجتماعيا، نستخدم الكمامه ضروري ضروري، يعني لازم تفرض فرض هاي الكمامه طبعا. يعني هلا في يعني في منه بيطلع من بيته يحط الكمامه، ما بيقيمها ليرجع على البيت، يعني هيك المفروض. بيغسل ايديه قبل ما ولا يحط ايده هو بالطريق، لا يحك عينه ولا انفه ولا تمه، هذول ثلاث مثلث الخطر، عين وانف واذن وتم، ما يقرب ايده، يابس كفوف بيشتح الكفوف بيقدر يحك عينه لانه ايده نظيفه الكف تلوث. كمامه جدا ضروريه، ما بيهمني انا الكمامه الغاليه، الكمامه العاديه الجراحيه، هي الكمامه اللي بتحطها على الدقن، هي اللي بتحطوها على الدقن او بتحطها على الدقن او بيرفعها لفوق او بيرفعها لفوق، فهي كثير ضروريه. وبعدين التبع هلا فعاليه الكمامه المفروض اذا كنت بجو مسكر وعجقه كثير 3 ساعات، اذا جو مفتوح ممكن اختي نعتبرها من هون لا يخلص نهايه الدوام عشان ما نكلف المواطنين. بس هلا الكمامه لازم الطرفين يحطوا. لقول لك شيء، هلا اذا انت مثلا لا فعل عليك شخص عندنا مصاب، هذا انا قدامه لو حاطط كمامه بينعاد حوالي 80%، اذا هو حط كمامه وانا حطيت كمامه بتنزل لحديت 5% العدوى. فتصور يعني هو لازم يحط كمامه وانا احط كمامه، إذا أنا ما حطيت هو حط تنزل 30%، حطينا احنا اثنين تنزل 3%، فرق كثير منيح. يعني الكمامة إلها دور، مو إنه ولا تسلاية. فأنا مع الأسف درت على بعض طلابي بالكلية وشجعوني حطوا كمامة، بعض منهم يلتزم، بعض منهم يقولوا لي مشوبين، خاصة الصبايا، أستاذ شوبنا منها. طيب يا أختي شوبني هلا، مو إحنا ما لنا بمجال إنه شوبنا ولا. فيعني ما في وعي صحي.
بدي اوصل المعلومه انه مع الاسف قسم كبير من الشعب حتى المتعلمين في الجامعات بيعتبروها انه شو هي كورونا، يعني ما في عندنا وعي، ما بنصدق لننصاب لا سمح الله. ومش استاذ ورد اذا انصاب بشكل موسوعه متواليه هندسيه، يعني هو بينصاب 1 2 4 8 الى اخره، يعني رح يصيب عائلات كامله. صح، يعني عزل في رفيقه عاد عائلته عادت الى حرام، يعني انه هو لو كان لحاله بيروح يصطفل، بس المشكله انه عم يجر معه كثير من الناس. صح، الابرياء ما له علاقه هو الزلمه. صح دكتور، باطار الابحاث اللي عم تصير على فيروس كورونا واعراضه غير المتوقعه، توصلت دراسه ايطاليه حديثه بتقول الى ظهور اعراض نادره وهي الام حاده برقبه الشخص المصاب المعروف بالتهاب الغده الدرقيه الحاد، وحذر الاطباء من هالعرض بعد ظهوره للمره الاولى على سيده كانت عم تعالج من الاصابه بالكورونا بالمشفى، وخلال متابعه تعافيها من الوباء لاحظ الاطباء ظهور الام حاده برقبتها والام بالغدة الدرقية، إضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة عليها، وأيضا منعتها الحالة من التعرف علميا على السبب يلي أدى لظهور هاي الأعراض، ورشح الأطباء أنه هذا الموضوع ممكن يكون واحد من أعراض فيروس كورونا يلي في حال أصاب فيها الشخص ممكن يظهر هذا العرض. قديش ممكن يكون هذا العرض دقيق أو مثلا ملازم لأي شخص يصاب بالكورونا، أو في أشخاص ممكن تظهر عندهم هدول الأعراض دون أشخاص آخرين؟ هلأ إذا كان في عنده خلل بغدة درقية أو أي خلل بالجسم فهذا بجر أنه يصير في عنده تتمركز الأعراض بهالمنطقة الضعيفة بجسمه. تمام، فرح نشوف كتير شغلات، يعني هلأ نحن كل يوم عن يوم عم نفاجأ بالصحة، منظمة الصحة العالمية عم تعطينا أفكار جديدة من الأعراض وطريقة الانتشار، فيعني هذا غير مستبعد أنه اللي حضرتك حكيتي أنه تصاب الغدة الدرقية إذا كان في عندها شوية قصور بالأصل أو فرط نشاط، وبالتالي تكون هي سببها هالمرة هالهجمة اللي صارت عندها هي كورونا. فممكن كتير، يعني عم بقول لك ممكن واحد يفقد الشم، ممكن يطلع عنده انتفاعات جلديه يحسب انه متحسس من شيء، اكله بالصيف اكل له شيء شغله بلاقي حاله لا عباره عن مثلا مزار كورونا مش عم مفاصل. طب دكتور هيك كل العالم رح تهودس بكورونا؟ لا يعني ما قبل كانوا العالم مثلا خلص بيعرفوا هالكم عرض فالحال حسوا فيه بيتوجهوا لعند دكتور لحتى يعملوا المسحه ويطمنوا على وضعهم، بس هلا صار ممكن اي عرض يظهر عند المريض يكون مؤشر لكورونا حسب حالته الصحيه للشخص. والله يا انستي انا عم شوف بالعياده الخاصة وحتى بالمشافي هالأعراض اللي ذكرتها، فقد الشم والأعراض المفصلية والإسهال بكثرة، يعني بحسب واحد إسهال إنه أكله بطيختين زيادة أم طرية مصارين، لا هي شغلة أصعب منه. معلش أنا برأيي خلي العالم تخاف، مو تخاف لما الهلع وما تعود تاكل وما تعود تشرب وما تتحرك، بس تخاف على صحتها انه انا لازم التزم بالقواعد الصحيه. معناها مو شرط ارتفاع حراره كبير جدا، لا. ممكن يطلع فورا سعال، ممكن يطلع فورا الام حلق، ممكن ما تطلع، ممكن تماماً. يصير الم مفاصل وهن عام، ممكن تماماً. اعراض هضميه، اسهال وتلبكات معويه، طفح جلدي ببعض الاحيان او شيء بيشبه الاكزيما. تماما، يعني مثل ما قالت جودي انه ما بدنا نخاف، بس لا مثل ما ذكر الدكتور كل عرض من اللي ذكره الدكتور نبوغ العوا هو كورونا حتى يثبت العكس. تماما، خلونا هيك نتعامل تماماً. حتى أفضل. نحن نقي انفسنا ونقي عائلتنا. سمعنا ببعض الحالات ان كان بحلب ولا بغير حلب انه الشباب اللي حملوا الفيروس نقلوه لاهلهم الكبار، اهلهم طبعاً. توفوا طبعاً. وهن الشباب تعافوا. فموضوع جدا مؤلم. بتضيف اي شيء ختامي دكتور؟ يعني بس الاهتمام بموضوع الوقايه وموضوع الكمامات ضروري ضروري ضروري، يعني يا ريت تطلع تعميم حكومي انه اللي ما بيحط كمامه بتعاقب بشكل او باخر، ضروري جدا، يعني عن جد الحاله ما لها محتمله وصار عنا اعداد كبيره بالمشافي، فنحن بدنا نحافظ على صحه المواطنين بس يتعاونوا معنا، يعني اذا ما تعاونوا معنا انا بقدر انقذ حالي وحالتين وثلاثه، طب والبقايا منين بدي اجيب لهم امكانيه؟ يعني هذا بده يتعاونوا معي لحتى اقدر انا، كل ما تعاون بتجي اصابه ممكن تكون خفيفه فانا بنقذه، اما اللي بيجيني باخر رمق ما عاد فيني اعمل له شيء. طب دكتور سريعا كيف عم تكون اليات العلاج وخاصه بهي الفتره؟ هلا العلاج كان اول شيء يقولوا انه في دواء مضاد للملاريا، سبق طالعته مرسيله جامعه مرسيله بفرنسا جنوب فرنسا طلع ما له فائده، هلا نحن عم نلجا عليه انه في عندنا الازيترومايسينات، فيتامين سي، فيتامين د مهم كثير، بس بيعمل تحليل دم لشوف نسبه الفيتامين د عنده، انه كثره الفيتامين د بيساوي سميه بتسمى منه، فمو بدنا نسف وسف. ففيتامين سي، فيتامين د، ممكن فيتامين بي، هدول كفيتامينات بتقوي المناعه. بعدين الادويه الانتي بايوتيك والازيترومايسين يفضل نعطي كورتيزون
مشان يخفف الاحتقان والوزمة وما إلى ذلك، وإلى جانب البنادول أكثر من السوائل الدافئة أو حتى سوائل العصائر ما بتفرق معي. ويبتعد، المهم يبتعد غرفته لحال، تخته لحال، مغسلته أو بشكيره، ما لي شيء، لا يبوس حدا. هي عادة التقبيل، شاف فلاني وشاف فلاني بلا، حتى لو في كورونا تعال هات بوسك. هي عن جد إنه هيك صار. إيه لا بقول لك الحامي الله، ما اختلفنا، الحامي الله على عيني وراسي، بس تماما بدك تأخذ بالأسباب لحتى الله يحميك، مو تحط حالك قدام قطار وتقول والله الحامي الله، ابعد عن القطار. صح صح، خذ الأسباب. ما ضل غير نتشكرك كثير دكتور نبوغ العوا، عميد كلية الطب واختصاصي أذن أنف حنجرة، ونتمنى لك ولفريقك وطلابنا بكلية الطب كل الصحة والسلامة. شكرا إن شاء الله. شكرا لكم، شكرا كثير دكتور، ويعطيك ألف عافية. الله يعافيكم. شكرا مشاهدينا. وفقا لعلماء أمريكيين وصينيين، تم العثور على أجسام مضادة لفيروس كورونا بحليب الأمهات يلي انصابوا بفيروس كوفيد 19، وبعد ظهور هالنتائج عم بفكر العلماء بالاستخدام العلاجي لهالحليب. تفاصيل الدراسة بهالتقرير. دراسات وأبحاث كتيرة صارت من وقت انتشار فيروس كورونا لحد اليوم، والأبحاث بعدها مستمرة. فوفقاً لعلماء أمريكيين وصينيين، تم العثور على أجسام مضادة لفيروس كورونا بحليب الأمهات يلي مرضوا بكوفيد 19. بيقول الباحثين إنه ما بيساعد الطفل على مقاومة مسببات الأمراض فحسب، بل يمكن استخدامه أيضاً لأغراض وقائية لتوفير الحماية للبالغين. وجمع العلماء خلال الدراسة بيانات الآلاف من الأمهات المرضعات، 350 منهم مرضوا بكورونا، وحللوا عينات من حليبهم يلي جمعوها بعد ما خفت الأعراض خلال 14 ل 30 يوم. وتبين أنه 80% من الحليب بيحتوي على أجسام مضادة IgA. هي الأجسام متخصصة يمكن أن تعيش بالجهاز العصبي بعد معالجتها بعصير المعدة لحماية الطفل من العدوى. وعثروا على أجسام مضادة أخرى بنسبة صغيرة بحليب الأم، وحالياً عم يفكر العلماء بالاستخدام العلاجي لمثل هالحليب. وصرحوا إنه الأجسام المضادة المفرزة قوية وبتمر بشكل جيد من خلال الغشاء المخاطي، ومقاومة للتدهور الأنزيمي، وبالتالي لديها إمكانيات كبيرة لعلاج كورونا. وطبعاً لخبراء روس، حليب الأم لا يمكن أن يحل محل طريقة ضخ الأجسام المضادة يلي بتحتوي على بلازما المتعافين من المرض. يسعد صباحكم مرة تانية. من الأمور اللي بتقوي المناعة وبتزيد قدرة الجسم على مقاومة الأمراض هي ممارسة الرياضة بشكل روتيني ويومي لدقائق معدودة. رياضة صباح صارت جاهزة. يسعد صباحكم، معكم الكوتش لينار من أبتون سبورت أكاديمي. اليوم حنبدأ أسبوعنا بتمارين للإفخاد الداخلية. رح أبدأ أنا دغري بأول تمرين، حأخذ رجلي ستيب وايد على جنب حتى نبلش بالسايد لانجز. رجل ممدودة تماماً ورجل الثاني حننزل فيها 90 درجة داون اند اب. هلأ كرمال نشغل باقي الجسم، رح ناخد دمبلز معنا لقدام ونرجع لفوق. طبعاً ما ننسى نحمي قبل التمرين. جري لمدة 5 دقائق حتكون كافية.
و10 بنريح. وهيك بكون خالصين تمارين اليوم، بتمنى انه تكون عجبتكم، بشوفكم بالحلقات الجاية. وصار الوقت لنستقبل زميلتنا هدى الأسعد لنتعرف منها على باقة الأخبار الفنية الدرامية والغنائية. صباح الخير يا هدى. صباح الخير. صباح الخير هدى. بونجور جودي، كيفكن؟ الحمد لله. الحمد لله، إن شاء الله دائما يا رب. يعني قبل ما أقول لكم شو معي أخبار، رح أقول هيك العنوان العام للفقرة. هي اليوم كلها قضايا وسجن وناس بالشرطة وناس يعني فيها شيء هيك، فيها شيء مشاكل. رح بلش من القضية يلي طلعت هيك، يعني صرنا فترة أكيد طويلة سمعنا فيها، هلأ صار فيها مستجد جديد، يلي هي قضية الطيار ومحمد رمضان. بس أنا مشان جودي ما تزعل رح أقول الخبر يلي كنا عم نحكي فيه تحت الهواء، هي خبرتني وهي خبرتني تفاصيله. نقول ألف ألف مبروك لمحمد رمضان، صار حصوله على الدرع الماسي على يوتيوب. صحيح، وحش. صار عنده 10 مليون متابع، يعني هيك هو بيكون سبق عمر دياب، سبق تامر حسني، ولكن سعد المجرد لسه سابقه، اللي هو أخذها أساساً من 8 أيام، صار عنده 15 مليون مشترك. المهم القضية أكيد طبعاً القضية الجديدة اللي صارت أكيد مع الطيار أشرف أبو اليسر، يلي كلياتنا سمعنا فيها، يلي هو أنه تم توقيفه عن العمل مدى الحياة بسبب ركبة الطيارة. وهلأ أساساً أنا جايبت لكم فيديو اللي بذكرنا بالحادثة. قبل ما أقول لكم مستجداتها، أنا ما عم نشوفها أو هيك نتذكر بشكل كتير سريع كيف كانت هاي القضية وكيف كان الرد البدائي لها، وبرجع لحتى أقول لكم شو الجديد والحكم الجديد يلي صدر بحق محمد رمضان. العمل الفنان محمد رمضان بالفيديو ده تسبب في أذية جامدة جدا لناس كتير، وقفل بيوت كتير. وأنا لما قلت له الكلام ده وإحنا كنا راجعين من الرياض، قلت له إن اللي أنت عملته ده بدون علمي هيتسبب في أذية ناس كتير. قال لي لا ما تقلقش خالص، إحنا الموضوع ده كله إن هاند وأندر كنترول، وأنا ليا ناسي هتكلم معاهم. لا أنا ما قلتش إن أنا بصور الفيديو لابني ولا الكلام ده خالص. الفيديو متصور، والراجل اللي بيصور بيقول إنه هينزل الفيديو على النت، والكابتن في فيديو. الجديد يلي صار بهي القضية، طبعا من بعد ما توقف الطيار، وأساسا محمد رمضان بعد هي المشكلة طلع وقدم مبلغ من المال للطيار أشرف أبو اليسر لحتى يصير مثل طردية، ولكن في حكم جديد يلي هو السجن لمحمد رمضان بمدة سنة ودفع كفالة مالية مدتها 10,000 جنيه أو 20، يعني غرامة 20,000 جنيه مصري. يعني هلأ القضية كمان رجعت تأجلت ل 11 آب، يعني لسه 6 آب حيكون في جلسة جديدة وحكم نهائي بحق محمد رمضان. لنشوف شو المستجدات، حيصير الحبس، ولكن أكيد حيتم دفع كفالة أكيد أو غرامة مالية لحتى تنتهي هاي القصة ويكون الطرفين تم معاقبتهم بسبب هاي القضية. الخبر التالي، يعني الإعلامية حليمة بولاند هي من أكثر الإعلاميات جدلاً من وقت اللي طلعت على الشاشة، عندها هاد الستايل الخاص فيها، في ناس كتير بتحبها وقدن تماماً، ناس بترفضها وبترفض ظهورها تماماً. يلي صار أنه مبارح أغلب مواقع التواصل الاجتماعي عم تحكي أنه تم احتجازها وتم حبسها بالشرطة. شو السبب؟ السبب هن لسببين، وهي نفت الاثنين، يعني هاد الخبر بدوله هو إشاعة لنوضح الموضوع. أول خبر أنه هي تجاوزت قوانين حظر التجول بالكويت، هذا أول خبر. والثاني يلي هو كان كثير هيك صادم عظيم تماماً، يلي هو أنه تورطها بعمليات لغسيل الأموال. فأنت وقت تسمع هيك الخبر بتقول أنه يا ترى شو الصح، يا ترى ليش عم تطلع عليها هاي الإشاعة وصار لفترة ناس عم تتهمها، صار لفترة الشرطة عم تلاحقها، في شيء وراء حليمة بولاند؟ يمكن مجموعة من الناس ما أنا حاببتها عم تطلع عليها هاي الإشاعات، ولكن في ناس عم بتأكد انه هو في شيء جدلي صاير معاها. نفت انه هي يعني انه هي تغسل اموال احتجازها، انه هي عم تغسل اموال او انه هي خالفت قوانين حظر التجول، ولكن طريقتها كمان على عرضتها لانتقادات. خلونا نحضر بشكل سريع وبرجع. يعني والله ما كنت ناوي اصور اليوم، خلاص خلص اليوم عندي، اضطريت اني اصور بهالوقت، اجبرتوني عشان ارد على الاشاعات، خلاص
والله زهقت. عيب والله عيب، ترى مو كذي تدورون مشاهدات وشهرة، والله عيب، ارتقوا شوفوا لكم طريقة ثانية، اسلوب ارقى، كفاية اسفاف وابتذال، كفاية. يا سعد 10:15 بالليل زعجتوها، هذا مو الكومنت مني، هذا الناس يلي عم تقول انه ليش هيك رديتي، نحن في ناس بتحبك وحابين نطمن عنك، فكانت طريقة الرد كمان للأسف كمان كان مستفز. خبر التالي، يعني كمان اليوم معظم أخباري هو قضية سمعنا فيها من قبل وصار فيها مستجد جديد، رامز مجنون رسمي، مع أنه رامز جلال حالياً عم يعمل فيلم سينما اسمه هيكل نظمي، مو عظمي لأنه صار في كتير لغط بمواقع التواصل الاجتماعي، هيكل نظمي كمان كوميدي بعيد شوي عن المقالب، ولكن رجع ارتفع دعوى قضية جديدة ضد رامز مجنون رسمي، ومن مين؟ من كاتبة أو صاحبة هذا البرنامج، فكرة البرنامج. من فكرة البرنامج اللي هي اسمها هيام كمال، قالت إنه هاي الفكرة إلي وما تم أخذ شو، يعني ما أخذت حقها تماما من نجاح هذا البرنامج. فهون إحنا صار في عنا قضية تانية، صار في عنا خليني أقول حق من حقوق عاملين هذا البرنامج مهضوم، فلازم يتم في دعوة قضائية جديدة، وتم رفع الدعوة، ولكن أكيد مستجداتها لسه ما بنعرف نعرفها هالشي. بحلقات جاية نعرفها أكيد بحلقات جاية، هيك القضايا أخباري كلها تكملة بتبلش من أول ما بيرفعوا الدعوة لآخر الحكم شو بيصير معه. تماما، قضية هيفا وهبي، قضية هيفا وهبي يا جودي، واللي هو أكيد آخر قضية اليوم معي. صرنا فترة كلياتنا عم نسمع شو عم تصير مشاكل بينها وبين محمد الوزيري اللي هو مدير أعمالها السابق وزوجها السابق. تمام، هلا يقال لأنه هي عم تنفي هذا الموضوع، وأنا وجودي أساسا ورجينا عرضنا الرأيين باستوديو الحلقة يلي مضت، يلي هو إنه هي عم تقول نحن لا ما تزوجنا، وهو عم بيقول لا أمبلا نحن تزوجنا وبال 2017. ولكن الجديد أو يلي كان واقف بوش هيفا لتمشي قضيتها أنها هي توصل كانت على مصر، تماماً هي كانت خارج مصر ولازم توصل على القاهرة لحتى تكمل هاي الدعوة بالشكل الصحيح والرسمي. فوصلت تماماً مثل ما شايفين، وصلت هيفا وهبي على القاهرة ديفا. ويعني خلال هاي الرحلة ما بتتخيلوا كم الستوريات، تماماً أنا جمعت لكم ياهن لحتى نشوفهم سوا، العالم والتعليقات والحب والدعم الكبير لهذه القضية لصالح هيفا وهبي كتير كبير من أهالي مصر يلي هي دائماً بتشكر دعمها، دعمهم لها، وهن السبب أكيد بنجاحها. شو بصير أكيد قضايا جديدة ومستجدات بقضية هيفا وهبي، ومحمد الوزيري أكيد حخبركم عنها أول بأول. مبدئياً عندي يمكن شيء 17 محامي مستعدين يدافعوا عن هيفا من سوريا، عاد يدرس 4 سنين حقوق ويستلم وناخذ أستاذة وندافع عنها. إنها الديفا يا ورد، إنها الديفا. شكراً كثير يا هدى. إرسي أنا، شكراً كثير يا هدى، ويسعدني جودي. طبعاً أنا جبت لكم غنية شوي قديمة لهيفا، يلا هيك نتذكر كيف بلشت، يلا فلاش باك. أما هلأ مشاهدينا صار وقت لحتى نعرف شو أخبار حظوظنا، شو مخبيلنا الفلك لليوم من نصائح وتحذيرات، وأكيد مع المدام نجد عباني. صباح الخير مدام. صباحك خيرات يا جودي. بونجور يا مدام. صباح الخير للجميع، ضلوا بخير، أيامكم سعيدة. اليوم 20 تموز، تمنياتي للجميع بالخير. طبعا اليوم الاثنين، كواكبنا ما زالت في أماكن المشتري متراجعا في برج الجدي، زحل متراجعا في الجدي أيضا، إن كوكبين كبار عم بيعملوا تأثير هيك مانو كتير إيجابي لأننا كلنا شائعات مضايقات أخبار شوي حزينة، يعني هاي الأمور كلها سبب تراجع زحل وتراجع المشتري، إضافة لوجود المريخ في برج الحمل. هلا عم بيعطي تحذيرات لمولود برج الحمل سرطان الميزان الجدي على المستوى الصحي، إضافة إلى وجود الزهرة في برج الجوزاء لسه عامل جزء من مضايقات للعذراء القوس والحوت، إضافة إلى وجود عطارد في برج السرطان. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي اليوم أميل لأنه يتحكم بشركائه العاطفيين أو عائلته مثلاً، اليوم في نقد أو تدخلات بحياته مضايقتينه أو عنده نوع من أنواع العصبية المفاجئة، لا تعاند ولا تسعى لتغيير الآخرين اليوم على الأقل لأنك شوي عصبي. مولود برج الثور اليوم الأمور بالنسبة له العلاقة بتفاهم مع المحيط، يوم إيجابي فيه إنجازات أو فيه انطلاقة جيدة في موسم صيفي حار عموماً،
في لك استقرار، عم تشعر بأمان، عم تحسن أمورك الشخصية، أو يمكن قصة إيجابية ممكن تكون حواليك، يعني اليوم صحتك نشاطك بألف خير. مولود الجوزاء غالباً عم بيناقش ببعض الأمور المالية، والحقيقة الأمور المالية جيدة. عطارد في بيت المال عم بيخلي عندك استعمال المال بطريقة جيدة وفي دخل إيجابي، بس يعني بالمجمل دايماً بس يكون في دخل إضافي عند الجوزاء يخفف من أعباءه، بصير بيصرف هو أكثر مما يجب. لذلك أنا أقولي أنه تنتبه شوي لتدخل الشهر القادم بدون إرباكات على الصعيد المالي، فكر ببكرة وليس فقط لليوم. مولود برج السرطان فايق بكير وعنده نوع من أنواع الشرح المشاعر أو قرارات ممكن تكون مهمة أو في تضامن من المحيط مع أوضاعك عاطفياً. أنت سعيد مع أصدقائك، دعوة، تجمع، مساعدة، حلول عموماً لمولود برج السرطان، عم تعزز علاقاتك جيداً بمصالحات يمكن يكون مع الآخرين والأجواء حولك مشعة. برج الأسد أنت اللي مو كتير مرتاح، وتبدو اليوم عندك هيك نوع من أنواع العتب يمكن، أو عم بتعيد تقييم أمورك، شو أعمل شو ساوي، يعني عم تحاول تضبط وترتب. قد تتصرف بعصبية أو تسرع ربما، أو بطريقة عفوية أو حتى مستفزة للآخرين. أنا برأيي لو حسيت حالك غلطت لك شي غلطة، وهذا وارد، كليتنا بشر وقابلين للأخطاء، فحاول تعتذر، تعترف بغلطك على كل الأحوال. وإذا في شي عم بيدور بذهنك مقلق قليلا، فاليوم بالذات ما تقوله لحدا. مولود برج العذراء يوم عم بيأهل علاقاته، غالباً عم بيعيد بناء علاقاته من أول وجديد، فيه يمكن تغييرات على صعيد أموره الاجتماعية. يوم إيجابي لتتلقى دعوة، لتسعد بحنان، بمودة حواليك، إعجاب يمكن، خطط للمستقبل يمكن، تحقيق آمال ربما كانت صعبة المنال. اليوم رائع للمحبة، للاحتفال، للعلاقات مع الآخرين، أنت محط للأنظر. الميزان اللي مو كتير مرتاح، وغالباً أنت عصبي. هلأ تبدو مشككاً غيوراً ربما، تبدو عندك صدامات مع الآخرين اليوم، ربما معاند أو مكابر على شيء قصة بدك إياها. هلأ أنا بقول اليوم بالذات لا تدخل صدامات لإقناع الطرف الآخر بوجهة نظره، واستنى لك شوي بس لتتجلى نتيجة الأحداث. يوم في إحساس ببعض اللحظات اللي العلاقة بالمضايقات، مو كتير مرتاح. مولود برج العقرب اليوم الأمور لقلو جيدة، في عنده حدة ذكاء وتصرف إيجابي مع الآخرين، في حظوظ، في إرادة، تفاهم مع محيطك، اتجاهات أفضل ربما، جميع الأطراف حواليك عم تجمع بمدح لألك، أو عم بتنال نتائج إيجابية، أو في نصائح قادمة ممن يحبك. يوم فيه انطلاق أو تنظيم للعقرب، ويوم جيد جداً لمولود برج القوس، الحظوظ مساعدة لخطوات ناجحة. وإذا ملاحظ هاليومين عم تقدر ترتب أمورك بطريقة إيجابية، في أشخاص عم بيساعدوك، عم يمدحوا عملك، في عندك نوع من أنواع المحبة، كل شيء فروض قادر إنك تعمله اليوم، في يعني استفادة من وقتك مولود برج القوس، والمحيط اليوم عم يشحنك بقوة بطاقة إيجابية لتقدر ترتب أمورك. الجدي هو اللي عنده نوع من أنواع التأجيل أو التأخير أو بعض التغييرات اللي ما كتير مريحة، غالباً أنت فاقد الصبر، عم تتراجع معنوياتك، وبالحقيقة وبشكل جدي أنا أتمنى تنتبه صحياً. يعني المشكلة عندك 4-5 شهور لك علاقة بالأمور الصحية اللي ما كتير مريحة، يعني أتمنى أنه ما تخلي شيء اليوم يتفاقم مسبباً أذى، عصبية، عبسة، كلمة مو مريحة، يعني هاليومين بالذات الصبر لازمك لما تصطدم مع الناس اللي حواليك مولود برج الجدي، خاصة إنه ردود فعلك شوي عم بتكون عصبية. مولود الدلو اليوم يراوح بين الانشغالات، بين السفر، بين بعض المضايقات اللي ممكن تكون نفسية أكثر منها واقع على الأرض. يوم أنت يعني متضايق من بعض التصرفات البسيطة، يمكن جسمك محتاج للراحة، نفسك تنام 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 تنام، بس الحقيقة مو هذا اللي عم بيصير، بالعكس عم تشتغل اليوم كتير، ما عم تدخل متاهات مو كتير مريحة، مثل اللي رايح على شغله بكير وعم يرجع على بيته متأخر. مولود برج الحوت اليوم الأمور جيدة بالنسبة لك على كل الأصعدة، وخاصة
قد تندم على بعض القرارات وتحاول إصلاحها أو تتلقى اعتذارات. يوم فيه فرح، فيه ابتسامة، عم ترضي جميع الأطراف، عم توضع أفعالك مولود برج الحوت بمكان اللائق، ثقتك بنفسك إيجابية وعندك سهولة بالتواصل. خليني عايد مولود اليوم، مولود 20، واتمنى له السعادة. صاحب إرادة حديدية عموماً، من الأشخاص اللي عندهم طموح وطموح ناري، حدا مستعجل دائماً على الوصول إلى ما يريد، عنده حظ على كل الأحوال، بيحمل أكثر من مهمة وبيدخل بأكثر من مواجهة وأكثر من مسألة، وبيحافظ على اتزانه عموماً أو مرحه أو تفاؤله. قد يفاجئك أن واقعي حذر، يعني مع الطموح هي قصة إيجابية جداً، متعدد، مجتهد، بتفاؤل، حكيم بحذر، نزيه وبذكاء، دائماً نشاطه غير اعتيادي بصداقاته، يعني لا يؤمن إلا بالصداقات المجردة، بس دخل فيها مصالح ما بيعود بحسها صديق. سنة له كتير مهمة، خاصة لأمور عاطفية، ربما زيارات أو سفر أو قصص ممكن تكون إيجابية على هذا الصعيد. سنة للعمل إيجابي، هلأ أنا بقول بعد التاسع ممكن بقى تتحسن شوي أمورك العاطفية. على 18 45 عمار 65، عمار لست في أحد الأعوام الأفضل ولست في عام الأسوأ، أنت محمي هذا العام، والمتبقي من السنة أنا بعتبره جيد لتغيير مالي عائلي أو عاطفي أكثر منه عملي، كونك عم تسألني عن العمل. يوسف 2001، ما بعرف إذا أنت بكالوريا يوسف، بس أنا بشوف حظوظك مساعدة عموماً يا يوسف، والسنة لك مهمة فيها تغيير، رح بارك لك عليه هلأ بهي الفترات، فإن شاء الله تكون الأمور جيدة وللجميع يا رب. إن شاء الله يا رب. ومن عنا رح نأخذ معايدة لحنين وضاح عبد الله، مواليدة 20/7، نجحت على الصف الرابع، والدك عم يعايدك، إن شاء الله يا رب يفرح فيكي باللي بتتمني. شكرا كثير لك مدام نجلة، يسعد صباحك. شكرا كثير لك مدام، يسعد لي صباحك. وهلا مشاهدينا صار وقت لحتى نرجع لعند الشيف حسن ونشوف طبق اليوم بشكله النهائي. جاهز شيف؟ أكيد. خبرنا. أكيد. هلا ساوينا الشوربة الهليون، نحن حطيناها مثل ما قلنا شلون مقاديرها، بالاخير انا خلطت حطيتها بالخلاط شوي مع نص علبة الهليون، وزينتها بشوية هليون وحطيت لها هليون قطع بوستن منها. بالنسبة للدجاج المسخن، هلا هي أكلة فلسطينية مثل ما قلنا الأساس، نحن بنساويها بشكل ثاني، هي بنساويها بشكل آخر، هن إخواننا الفلسطينية. حطيناها مثل رولات وزيناها وحطيناها بالفرن، بالاخير بعد ما لفيناها وألف صحة وهنا وزيناها بالشكل هذا. على قلبك شيف، شكرا كثير لك. شكرا كثير لك يا شيف. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، كالعاده بكرر ان شاء الله مطبخكم وسفرتكم تضل عامره يا رب الخير والبركه، وتضلوا بصحه وسلامه. 9:30 صباحا بكره بنكون ناطرينكم، تبقوا بألف خير. من هون لبكره تبقوا بألف خير، باي باي.